طبعا الأذرع السياسية بعضها كان متخادم مع تنظيم داعش، وشهدنا بعض المحافظات استقبلت داعش وكان كثير من أبنائها مقاتلين مع تنظيم داعش الإرهابي، ولكن بعد انكسار هذا التنظيم لا أعتقد أن هناك إمكانية لعودته، كما أن الولايات المتحدة والمؤشرات التي تشير إلى قدوم ترامب إلى السلطة ثانية، هو صرح في برنامجه أنه لا يشجع على بقاء القوات الأمريكية في شرق سوريا، وبالتالي انسحابه من سوريا ينفي الذريعة التي طرحتها الولايات المتحدة في التفاوض مع القوات اللجنة الأمنية العسكرية العراقية وقولها نحن بحاجة لدعم لوجستي لقواتنا في سوريا، بل ينفي مبرر وجود قوات أمريكية في داخل العراق أيضا. فأعتقد المتغيرات الدولية المتغيرات الإقليمية حتى الآن الرغبة التركية بمصالحة سوريا هو متوقف على موضوع الانسحاب الأمريكي. هذا يؤسس لي سؤال، إلى أي مدى ستتأثر سياسة العراق بالنتائج الانتخابات الأمريكية سواء صعد ترامب أو بقى بايدن في السلطة؟ كيف ستؤثر على المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة؟ طبعا احنا من المفترض أن تكون لدينا في التفاوض ثوابت، طبعا في كل تفاوض تكون هناك حقيبة تقسم إلى ثلاث أجزاء، يعني جزء ثوابت لا أتفاوض عليها وجزء ممكن أن يكون تنازل جزئي مقابل مكاسب جزئية، وجزء ممكن أن يتنازل عنه في كل تفاوض، ولكن أعتقد أنه الثوابت الوطنية يجب أن لا تتغير، ولكن قدوم الرئيس ترامب قد يسهل عملية انسحاب القوات الأمريكية من العراق ومن سوريا.